ودايما بيفتح الطريق امام ما هو افضل وامام ما هو قادم. يعني ادي الكرة اتلعبت من كهربا مصطفى الحارس ديارة جول. حصلت قبل كده في المواجهة الزملكاوية الشادية الوحيدة اللي كانت في تمهيد، يتولى التنفيذ كهربا يلفها عالية والتاني سلام وقعوا افقدوا اتزان وتاني مش ممكن يا كهربا. 30 دقيقة وكمان خلي بالك ان اللي خرج ده باي هولوم من مباراتهم الاولى على ارضهم. ادي كوره ديارة تنقذها رغم ان مصطفى فتحي لعبها بيمينه، لكن نجح الزمالك في استغلال كوره مصطفى العرضيه توصل لكهرباء ترجع مره ثانيه تلعب على الارض لكن مش مظبوط الارض. ادي كوره محمد ابراهيم وتاني والخامس بيضيع. والتبديل اللي اجراه عمر فرانسيس بيلونجا لكن اللعب ما وقفش الحقيقه. كهربا يسلمها لمصطفى مفيش تسلل ومصطفى كبار تاريخ الزمالك الافريقي يعني يبدا المشوار الافريقي في ارضه على ملعبه عاليه والسادس السادس مصطفى مكسل يحطها في مكانها السليم يعني ف سايبها كده طايره كده زي ما احنا شايفين. كهربا وكاسونجو الهاتريك 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 ممكن النجاز توصل بالفعل النجاز جوه منطقه الجزاء والكوره تقع الكرة مش ممكن يا كهربا السابع بيضيع. طيب هدف الكرة الطويلة البحث عن الثامن البحث عن الثامن مستمر كهربا 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 والثامن التاسع يا راجل مش ممكن كهربا كان في كرة العمر ياخد مكان علاء وكهربا حاول ياخدها لنفسه مش الكرة مش ممكن قمة على رأسهم طبعا والضربة الركنية تلعب عالية جوه منطقة الجزاء وادي الرأسية مرة تانية اللي بيندى على زملائه وبيندى على لعيبته عشان يتقدموا وياخدوا اماكن ولعبها بالفعل ووصلت لكهربا استلام من كهربا يدخل جوه منطقة الجزاء هيسدد يمرر والتسديدة لكن اتلعبت الكرة تاني على الارض شد من الفانيلا واضح جدا وسيموفيتش يصفر يسيبها لخالد بوطيب هي الكرة اللي فاتت ما بانتش قوي قوية حاولوا برضو في الشوط الاول كهربا كان في معظم الوقت مختفي في الشوط الاول يعمل 1 2 يظهر ويمنع عرضيه احمد هاني من انها توصل لاحد لاعبي الحرس. كهربا يستلم وينطلق من ناحيه الشمال يمشي كهربا في مواجهه حسن مجدي لكن حسن الخطوره ومع الحرس تولى قياده حرس الحدود في مواجهه الزمالك كتير لكن خلينا نتابع الاول تلعب له لكن اتلعبت من مره واحده عاليه جوه المنطقه وراسيه زير ايسر ونزل زير ايسر عبد الله لكن عبد الله ممكن تكون مساهماته الهجوميه يعني اكثر شويه واكثر لا ده مانجا في لمساته الاولى مع الاتحاد السكندري مانجا لعبت الكره وياتي الجونه برصيد 19 نقطه الزمالك كالعاده عمر السعيد يتحرك ناحيه الشمال بشكل كويس وتسديده من بره منطقه الجزاء يعدل كهربا اللي يلعب الكوره طويله اماميه كهربا يجري يلحق كهربا استلم بالفعل وجوه المنطقه اوباما وعمر السعيد في انتظار محاولات كهربا للمرور من محمود شعبان من بناهيني ويلعبها عاليه جوه منطقه الجزاء وادي الاستلام وكوره طارق بيتكلم مع محمد عبد الغني يقول له ما تبداش انت ما تحاولش انت تبدا اديني الكره وانا اللي هبدا الهجمه ادي كوره عاليه وراسيه كهربا يلعبها كهربا عاليه جوه منطقه الجزاء وراسيه وصلت ثلاث اربع لاعبين وصلت الكوره مره ثانيه زملكاويه ومحاوله كهربا لكن خرجت ضعيفه وارضيه كويس محمود علاء وانفراد وبجوار القائم كهربا للمره الرابعه في هذا عمر السعيد وتمريره اماميه ومره ثانيه انفراد كهربا 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 جول ببناهيني لنزول محمود الزنفولي ويبعدها الدفاع ترجع تاني خالد الغندور يضغط عليه كهربا يؤدي واجب دفاعي ممتاز مره اخرى خالد الغندور توصل لكهربا طالت الكره من كهربا شعبان اتقطعت ممكن تبقى مرتده مش موجود بتحس على طول تحس ان في حاجه مش في قطعه ناقصه في البازل الزملكاوي في حاجه مش طارق مش موجود في حاجه غلط ادي كهربا انطلاقه من كهربا لكن يعمل فاول في النهايه وضربه حب